أهمية أو أسباب تفوق الزمالك هذا الموسم، عن كمان مباراة الأهلي والزمالك أهميتها وهل تحسم اللقب هذا الموسم، وأيضا بنسألكم على فرص الأهلي والزمالك إفريقيا خلال الموسم الجاري. أول تعليق بيقول أكيد الزمالك يستحق عن جدارة الفوز باللقب، وبإذن الله يفوز في المباريات الجاية ويفوز باللقب رسمي. مباريات القمة ملهاش توقع، مهما كانت نتائج الفريقين في اللقاءات السابقة بتكون مؤثرة للزمالك أكتر، لأن لو إن شاء الله فاز على النصر هيكون بقيله نقطة واحدة، فنتيجة إيجابية مع الأهلي الزمالك هيحسم فيها اللقب، حظوظ الفريقين كبيرة في الكونفدرالية، وأتمنى الزمالك يفوز بهذه البطولة. عبد الله بشير بيقول هذه الرسالة موجهة إلى الرئيس، من الضروري إلغاء الوسائط في الكليات العسكرية، هو باعت شكوى هنبقى نقراها بالتفصيل في الفقرة المقبلة، فقرة شكوتك بصوتك الفقرة الثالثة والأخيرة هنقرا المشكلة دي. نونا دندونة بتقول مبروك للزمالك، لو كسبوا بصراحة آخر ماتش لعبوه كان جامد. احمد طبعا يبدو ان هو تعليق اهلاوي. احمد عبد الله رضوان بيقول ان شاء الله الزمالك هيكسب 3-1، لان الزمالك بيمتلك احسن لعيبه في مصر وان شاء الله هيحصل على كل البطولات اللي بيشترك فيها. دي كانت بعض التعليقات اللي وصلت لنا. البعض بيرجع تفوق نادي الزمالك الى المدير الفني الاهلاوي هذا الموسم، بمعنى ان اخوان كارلوس جاريدو لم يتفوق مع النادي الاهلي، ما عرفش يسيطر على اللاعبين، ما عرفش يطلع منهم افضل ما لديهم، بدليل ان نفس اللاعبين دول بيحققوا انتصارات حاليا مع النادي الاهلي تحت قياده فتحي مبروك، اللي يبدو ان هو احتمال ممكن ان هو يكمل مع الموسم مع الفريق الموسم المقبل في ظل البحث عن لاعبين او عن مديرين فنيين جدد في الفتره المقبله وان كانوا اجانب. خلينا ايضا نرحب باحد رموز نادي الزمالك لاعبا واعلاما في الفتره الحاليه، الكابتن خالد غندور. كابتن بوندو اهلا بيك، منورنا. الله يخليك، ازيك يا هاني، وكل سنه وانت طيب وكل مشاهدينك طيبين. اهلا بيك كابتن خالد. خليني اسالك السؤال الاول عن اسباب تفوق الزمالك هذا الموسم من وجهه نظرك، في نقاط لو هتقول نقاط. طبعا اسباب تفوق نادي الزمالك هو الاستقرار الاداري والاستقرار المادي، وايضا جلب لاعبين على اعلى مستوى عملوا اضافه كبيره جدا لنادي الزمالك، وفي المقابل المنافس اللي هو النادي الاهلي اللي هو طبعا متصدر السنوات الاخيره الساحه الرياضيه سواء افريقيا او محليا، اعتزل منه نجوم كبار جدا زي ابو تريكه وزي بركات وزي سيد معوض وزي طبعا وائل جمعه، وكمان جلب لاعبين ما كانوش اضافه قويه جدا للنادي الاهلي بدايه الموسم اللي فات، يعني بجانب مدير فني جريدو كان يعني غير موفق مع النادي الاهلي في وجوده والابقاء عليه لفتره طويله، ده اللي اخر النادي الاهلي كتير وخلاه يخسر نقاط مهمه في مشوار الدوري يعني. طيب كابتن بندق، حاليا الجماهير بتتكلم على ان تتويج الزمالك في وجود النادي الاهلي داخل ارض الملعب دي نقطه هتحسب له وتعتبر بطوله ثانيه غير بطوله الدوري، ولكن كابتن محمد صلاح بيقول ان انا ما يهمنيش الفوز على الاهلي ما دام حسمنا اللقب. البعض بيقول ان دي بطوله، لا انا اهم حاجه بالنسبه لي ان الزمالك ياخد اللقب. بالنسبه لك كاحد اللاعبين اللي عصروا بشكل كبير انتصارات للزمالك على الاهلي غائبه بقالها فتره طويله من 2007، حتى وان كان مباراه 2007 كان اللقب محسوم وقتها للاهلي بالفعل، اهميه المباراه دي بالنسبه لتتويج الزمالك باللقب؟ بص يا هاني، مباراه الاهلي والزمالك الاثنين هم الاكثر شعبيه في مصر، وبالتالي كل فريق بيسعى للفوز على الفريق الاخر من خلال ان دي بتعتبر بطوله لوحدها. لما بيجي حتى النادي الزمالك على مدار سنوات طويله ما كان بيخسر الدوري فكان بيبقى عايز يكسب النادي الاهلي، وانا في وقت من الاوقات كنا بناخد الدوري وكسبنا الاهلي رايح جاي، يعني في موسم كسبناه رايح جاي، فطبعا تبقى فرحه كبيره قوي ان انت تتوج ببطوله الدوري بجانب ان انت تفوز على الغريم التقليدي المنافس القوي ليك اللي هو النادي الاهلي، فده دي حاجه، وخصوصا بقى لو حصلت على الدوري العام بثلاث نقط من الاهلي او حتى بنقطه من النادي الاهلي، رغم ان انا شايف ان جمهور الزمالك في الدوري وعايز برضو انه يكسب النادي الاهلي، لان نادي الزمالك وجمهوره اعطى كبيره جدا مش عايز يكسب النادي الاهلي، والنادي تفوق في الدوري وفي الماتشات حتى القمه اللي ما بينهم، فبالتالي معنى الفوز بالبطوله والاحتفال في الملعب ولاعيبه الاهلي موجودين وجهازه الفني ومجلس ادارته
فدي تعتبر فرحه بالنسبه للجمهور. اما او حتى التعادل وتاكيد فوز الزمالك بعد غياب 12 سنه عن بطوله الدوري العام، منهم طبعا اكتر من سنه تم الغاء الدوري. مظبوط. لكن بتكلم عامه يعني 12 سنه عن 8 القاب يعني متتاليه. لكن لما تيجي نتكلم بقى على الاهميه، الحصول على بطوله الدوري هي الاهم، وياتي في المركز الثاني الفوز على النادي الاهلي. والنادي الاهلي دلوقتي كل همه وتفكيره بعد ما يعني فقد بنسبه كبيره المنافسه على بطوله الدوري، هيهمه هو قتل الفرحه بالفوز على النادي الزمالك، وبالتالي بعدها ان نادي الزمالك رغم فوز بطوله الدوري لا يستطيع الفوز على النادي الاهلي، وان تستمر المعاناه وتستمر السنوات الطويله من عدم قدره لعيبه نادي الزمالك على الفوز على النادي الاهلي. وده تمام. الخطاب الاعلامي اللي هيقال بعد المباراه، اما الخطاب الاعلامي لنادي الزمالك فيقال لقد فاز النادي الاهلي وتعادلنا مع النادي الاهلي مثلا، واستطعنا في مباراه النادي الاهلي ان احنا نحصل على البطوله، او حتى فوزنا على النادي الاهلي واستطعنا ان نحصد البطولتين، يعني بطوله الدوري وبطوله مباراه القمه. ده الخطاب الاعلامي اللي ممكن يعني طيب يتقال للناس بعد المباراه سواء من هنا او من هنا. طيب كابتن خالد خليك معايا، هنرحب هاتفيا بالكابتن وائل رياض شيتوس نجم النادي الاهلي السابق وايضا احد الاعلاميين الاهلاويه في الفتره الحاليه، اللي ممكن يكون ليه راي فيما يخص نقطه مباراه الاهلي والزمالك. كابتن شيتوس اهلا بيك، منورنا. اهلا بيك هاني، وازيك عامل ايه؟ كل سنه طيب. وانت طيب. تحيات كابتن خالد الغندور، هو على التليفون معانا الناحيه الثانيه. وعايز اسالك. اهلا كابتن خالد، كل سنه طيب. وانت طيب. عايز اسالك على اتفضل كابتن خالد. لا بقول اهلا بيك. اهلا بيك. طيب كابتن شيتوس، رؤيتك لمباراه الاهلي والزمالك، كابتن خالد غندور بيتكلم على ان هيكون بالنسبه للاهلي مهم قتل فرحه نادي الزمالك بحسم اللقب هذا الموسم، مع ان الزمالك بيقترب من اللقب، ما ينفعش ان هو يعني يتوج باللقب في وجود لاعبي النادي الاهلي. دي وجهه نظر قد تكون موجوده في اذهان لاعبي النادي الاهلي. هل شايف مباراه القمه بالناحيه دي، ولا بالنسبه لك ما دام اللقب لم يحسم للاهلي فالموضوع مش مهم اي لقاء تاني؟ لا طبعا، مباريات الاهلي والزمالك بيبقى ليها طابع خاص طول عمرها، ويبقى ليها حسابات خاصه، ولكن طول عمر احنا كلاعيبه النادي الاهلي وطول عمر لعيبه النادي الاهلي بتفكر في مباراه الزمالك، اعتقد تفكير مختلف شويه. يعني مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا، وبيبقى مباراه زي ما بيقولوا كده بتبقى ميلاد لنجوم، وتبقى يعني مباراه متفيطه بلغه الكوره بتاعتنا بشكل كبير. ولكن هي مباراه من ضمن مباريات البطوله، يعني مباراتنا امام الزمالك دايما بنفكر فيها ان هي مباراه من ضمن مباريات البطوله، مش هي الازمه يعني، ومش هي اللي بتجيب لنا البطوله كمان عشان تبقى فاهم. مزبوط. يعني دايما مباريات الزمالك مش هي اللي كانت بتجيب النادي الاهلي البطوله، انما انا اعتقد ان نادي الزمالك طول عمره بيفكر في مباراه الاهلي ان هي البطوله. فالتفكير ان مش مهم اخد بطوله، المهم اكسب الاهلي. ده تفكير، وانا من خلال معاشرتي للعيبه كتير في نادي الزمالك، اصدقاء طبعا وقريبين مني جدا، فكان بيبقى الكلام والمحور الكلام ما بيني وبينهم في القصه دي. المباراه اللي جايه دي ليها طابع خاص، النادي الزمالك السنه دي مميز جدا فنيا واداء، ماشيين بشكل كويس قوي. هو الفريق فعلا يستحق ان هو ياخد بطوله الدوري السنه دي بناء على المعطيات من اول السنه، وبناء على التعاقدات اللي حصلت واللعيبه والكيمستري اللي ما بين اللعيبه، اللي مش طبيعي ان يحصل بالسرعه دي في اول سنه يحصل الانسجام ده. فاعتقد ان نادي الزمالك هو الاحق فعلا السنه دي ان كان يكسب ببطوله الدوري العام، لان فعلا الفرقه بتاعته فايقه جدا، فرقه كويسه قوي. امبارح عملوا شوط ثاني، شوط هايل يعني، لعبوا كوره مع بعض بشكل مميز جدا، معاهم مدير فني محترم جدا، مدير فني ليه اسمه وتاريخه، ومش شرط ان هو يبقى ليه اسمه وتاريخه ان هو يعمل حاجه كويسه، بل هو اسمه وتاريخه وعمل كمان شغل كويس. لان في اوقات كتير جدا بيجي مدير فني ما يقدرش ان هو يعني يتاقلم او يعمل شغل كويس مع اللعيبه. طيب. انما الراجل فيرا ده عمل شغل كويس قوي مع فريق الزمالك، فاعتقد ان فريق الزمالك المباراه بتاعت امبارح والسنه دي بصفه عامه ماشيين بشكل مميز جدا وعاملين شغل كويس جدا. النادي الاهلي مر بمرحله عدم اتزان في بدايه الموسم مع جريده،
وبعد كده جه كابتن فتحي مبروك قدر ان هو يعني يظبط المواضيع شويه. فاعتقد والاهلي عالي برضه فنيا الفتره الاخيره وبقى منافس قوي لنادي الزمالك بالرغم من فرق النقاط، ولكن برضه حاطط نادي الزمالك تحت ضغط الى حد كبير، ولكن نادي الزمالك كان فارق من البدايه. فاعتقد ان المباراه اللي جايه ليها طابع خاص ان 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 الدنيا ملتهبه، الدنيا مولعه بغض النظر عن ان الزمالك حسم اللقب، انما المباراه اعتقد ان هي هتبقى مباراه يعني كل المعطيات بتقول ان هي فنيا لازم تطلع كويسه. بالظبط. طيب كابتن وائل، فنيا كويسين فنيا فايقين. مظبوط كابتن وائل، خليك معايا، هنسالك عن فرص الاهلي افريقيا وتحديدا على رؤيتك للقاء اليوم مع استاد ماري، ولكن برجع من جديد للكابتن خالد الغندور. كابتن خالد، بعد فوز الزمالك بالامس على اورلاندو بايرتس واول مره من فتره طويله جدا الزمالك يفوز في لقاءين متتاليين مع افتتاح دوري المجموعات في بطوله افريقيه، هل شايف ان الزمالك قادر على بلوغ الدور نصف النهائي ومن ثم النهائي ثم التتويج بلقب افريقي؟ يعني طبعا خلاص الزمالك بقى مؤهل بعد الفوز في مباراتين، وحتى كمان نتائج الفرق الثانيه، تعادل صفاقسي على ارضه مع اليوبار وهزيمه على ارضه واورلاندو هزيمته على ارضه، فبالتالي طبعا الماتش اللي جاي كمان الزمالك عنده اليوبار في مصر، فالفوز على اليوبار بيقرب الزمالك بنسبه كبيره جدا. انا اتوقع كمان ان ممكن جدا جدا تلاقي الزمالك والاهلي بيلعبوا مع بعض في الدور قبل النهائي، يعني ممكن جدا تلاقي الزمالك والاهلي الماتشات اللي جايه بيلعبوا مع بعض في الدور قبل النهائي، ان الزمالك يعني يتاهل كمتصدر مثلا والاهلي كمركز ثاني وبالتالي يلتقيان. ممكن ممكن، لا ممكن يعني بقول ممكن يعني، فاهم قصدي؟ مش لان النجم الساحلي كسب وعنده 6 نقاط، فاهم قصدي؟ النادي الاهلي على حسب نتيجه النهارده هتفرق جامد، لكن واضح ان البطوله كده في طريقها يعني للنجم الساحلي، ده اول ده ثاني ده ثاني ده اول، يعني ما تقدرش تحدد، بس ممكن الاهلي والزمالك يتقابلوا في الدور قبل النهائي، ممكن الاهلي والزمالك يتقابلوا في المباراه النهائيه، وده اللي هيديها طعم وشكل خاص يعني. تمام. كابتن خالد كزملكاوي، هل الان من صفقات الاهلي هذا الموسم؟ طبعا النادي الاهلي جاب صفقات قويه جدا، يعني على جون انتوي لعيب جامد جدا واضافه قويه جدا للنادي الاهلي، وانا شخصيا شفت جون انتوي من خلال وجوده مع النادي الاسماعيلي وكان هداف الدوري من سافر. ايفونا لعيب كويس جدا واضافه للنادي الاهلي. طبعا الجمهور المصري ما شافوش الا من خلال الصور او من خلال ادائه مع الوداد او في بعض الماتشات مع الكابون، لكن طبعا الجمهور المصري متشوق ان هو يشوف ايفونا سواء جمهور الاهلي او الزمالك على ارض الملعب، لان دايما بعض الصفقات المدويه هاني ما بتبقاش ناجحه على ارض الملعب وبعضها بيبقى ناجح، يعني ما نيجي بنتكلم مثلا على خالد قمر في الزمالك، كان هو خناقه الصفقات السنه اللي فاتت على نجوميه خالد قمر وقدرته ان هو يصنع الفارق راس حرب اساسي لمنتخب مصر، وكان باسم مرسي هو راس حرب الرابع وكان بالعربي كده جاي فوق البيعه يعني. ونفس القصه برضه على دويدار، نفس القصه على يعني ما فيش حد جاب سيره علي جبر خالص. مظبوط. نهائي. فانا شايف ان الاثنين اللي تالقوا على مدار الموسم هما الاثنين اللي ما حدش جاب سيرتهم، اللي هو باسم مرسي وعلي جبر. في المقابل مؤمن زكريا كان في خناقه كبيره عليه وكان نجم من نجوم الزمالك، لكن لما راح الاهلي برضه تالق وبرضه كان اضافه قويه للنادي الاهلي. دايما انا بنتظر اللاعب في الملعب واحكم عليه من خلال ادائه في الملعب ومن خلال قدرته على تحمل الضغوطات، من خلال قدرته على صنع الفارق لفريقه، لكن على ارض الواقع لما تقول لي جون انتوي، لما تقول لي ايفودا، لما تقول لي صالح جمعه ده لو جه يعني برسمي يعني، لما تقول لي عوده احمد فتحي، لما تقول لي رامي ربيعه، لا اضافاته كلهم لعيبه سوبر، اعتقد هيحلو الدوري الموسم اللي جاي وهيبقى له طعم مختلف. بس عايز اقول وائل حاجه، بس طبعا حبيبي وائل رياض، وائل شفت بقى اما انا كنت بقول على جريده ان هو عصبي وان هو نفسيا ما بيتعاملش مع اللعيبه كويس وان هو احد اسباب الخساره وان هو مش هيعمر في النادي الاهلي، كان كلامي صح وما كنتش اعلامي منحاز ساعتها وكنت بقول الحقيقه، وده اللي حصل بعد كده ان فعلا جريده كان هو اللي مأثر على النادي الاهلي. طيب كابتن ناشيتوس، كابتن وائل، كابتن وائل رياض لسه معانا ولا فقدنا الاتصال؟ انا معاك. يا كابتن وائل اتفضل. يعني كان كابتن خالد غندور عايز ترد على كابتن خالد. بص مبدئيا يعني هاخد بنفس الترتيب سريعا جدا كابتن خالد. انا لا مش سريعا، اشمعنى انا سريعا يعني هو لا يعني في النقطه دي، لان احنا طبعا بنوزع المكالمه بين حضرتك وبين كابتن وائل. اتفضل.
طيب بص انا هقول لك حاجه. انا طبعا الكلام الاولاني بتاع كابتن خالد بخصوص الصفقات وان في صفقات ممكن تبقى كويسه وبتبقى مش متسيطه وتعمل شغل كويس، انا متفق معاه جدا بشكل كبير قوي، وده كلام في الكوره صح جدا. يعني لعيب ممكن يتعمل عليه ضجه كبيره قوي وتلاقيه يجي ما فيش اي كيمياء ما بينه وبين الفرقه بتاعته وما يقديش بشكل كويس. فانا متفق معاه في حته الصفقات، كلامه منطقي ومعقول جدا بشكل كبير قوي. الحته اللي تتعلق بجريده هو بس لو هو مشكله كابتن خالد معايا انا تحديدا، لان هو يعني ساعات بيزق اسمي في حاجات وهو ما بيبقاش يتفرج على اللي انا بقوله. انا القصه اللي كابتن خالد عاملها فيما يخص جريده انا ما جبتش سيره ان هو اعلامي منحاز او مش منحاز، لان كل واحد عارف مهما كان كابتن خالد الغندور بيحاول يعمل حياديه او بيقعد يعمل حياديه مش هيعرفوا، لان نعم. عمرهم ده بتاع الزمالك وده لابس تيشيرت الزمالك وكابتن زمالك وليه تاريخ كبير جدا في الزمالك، وانا راجل لاعب في النادي الاهلي ونفس القصه. فهو الجمهور مش مقلعنا التيشيرتات يا كابتن خالد بس عشان نبقى فاهمين، انما القصه اللي انا نفسي اقول لك عليها ان انا ما قلتش ان انت بتقول كلام مش مظبوط. انا كل ما في الامر ان انا استضفت حد والحد ده هو اللي قال، يبقى انا مش مسؤول عن كلامي. نفس القصه لما انت بتستضيف حد وهو بيقول حاجه، فدي نقطه لازم يفرق ما بين طيب ان انا وهو يقول حاجه وانا مش بوجهه وانا مش بقول له يقول ايه وما يقولش ايه، وهو راجل في الاعلام وعارف. حق الرد، اتفضل حق الرد. واخيرا عشان نشكر حضرتك ونشكر كابتن وائل مع بعض، اتفضل. طبعا انت كاعلامي من حقك انك تستضيف، بس لما تيجي تستضيف مدير الكوره في النادي الاهلي وبتقول له على اعلامي بيتكلم على جريده اللي هو المدير الفني وهو مدير الكوره، يعني وبتقول له اعلامي حلوة بيقول ان جريده عصبي وان جريده معرفش ايه، من متوقع ان وائل جمعه مدير الكوره اللي هو شغال مع جريده هيطلع يقول على فكره الاعلامي ده عنده حق. انا مالي طيب. بقى متوقع كابتن خالد وكابتن وائل، كابتن خالد وكابتن وائل انا بشكركم شكرا جزيلا الحقيقه. وهي طبعا دايما بيحصل زي ما قال كابتن وائل فكره مين الاهلاوي ومين الزملكاوي، فالجمهور ممكن يحسبها كده ولكن دايما هتحصل المناوشات دي على الهواء. انا بشكرك جدا كابتن خالد الغندور نجم نادي الزمالك الاسبق، وكابتن وائل رياض نجم نادي الاهلي الاسبق، شكرا جزيلا لوجودكم معانا في رايك بصوتك. احنا هنطلع لفاصل، والفقره الثالثه والاخيره هي فقره شكوتك بصوتك، هنشوف الشكاوى السريعه اللي وصلت لنا على صفحتنا على فيسبوك. خليكم معانا.